بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هثبت سحب جديد من موقع الجيل الجديد اللي أنا شرحته. الموقع ده بيعتمد على تعدين الروبل، وهو فكرة جديدة شرحته قبل كده من 17 يوم، والربح بتاعه بيكون مدى الحياة. تمام، للتسجيل لأول مرة تسجل في الموقع بتروح على الخيار اللي فوق الهدية ده، تضغط عليه هنا كده، بتحط الايميل بتاعك، وبعد كده اليوزر نيم، بعد كده الباسورد، بتعيد كتابة الباسورد، بعد كده بتكتب كود الكباتشة ديت، وبعد كده بتعلم على العلامة دي ان انت بتوافق على شروط الموقع، وبعد كده بتضغط تسجيل. خلاص على كده انت سجلت في الموقع. بنروح نعمل تسجيل دخول، بنضغط هنا كده، بنحط الايميل والباسورد اللي احنا اخترناه، وبنعمل تسجيل دخول. طبعا هنا كده ده رصيدي 828 غير ال 30 روبل دول هسحبهم دلوقتي برضو، عشان يبقى 858 زي ما انا ذكرت في العنوان. تمام، عشان خاطر تستثمر في الموقع بتروح على النجمة دي، بتضغط عليها. هنا الموقع موفر لك ان انت تودع بالبير، بالبرفكت ماني او فيزا، ماستر كارد، بانكوك بي او بيتكوين، وبيوفر لك كمان رصيد التليفون بتاعك، وحاجات كتيرة جدا ممكن ان انت تعمل بيها ايداع في الموقع ده. طبعا اشهرهم بير، برفكت ماني، بيتكوين. تمام، بتحط المبلغ اللي انت تستثمر بيه، وحددنا الاستثمار 1 روبل، بتشوف انت عايز تستثمر قد ايه. كمثال مثلا 600 دولار، يعني 600 روبل، 600.00 يعني 10 دولار، 600 روبل ب10 دولار، 300 روبل 5 دولار. تمام، بعد كده بتضغط هنا كده وبتكمل الاجراءات بتاعتك عادي، وبتودع في الموقع. بعد ما بتودع في الموقع بتروح على الخيار ديت اللي هي علامة الساعة دي، وبتروح هنا كده عند السهم ده، شايفين حضراتكم السهم ديت، بتضغط على الكلمة دي اللي جنبيها. تمام، هنا كده بتشوف انت استثمرت قد ايه. كمثال ان انت استثمرت 600 دولار، يبقى تكتب 60 جيجا هاش او 60 كيلو هاش ان انت هتعدم بيهم، بيساوي 600 روبل اللي هي 10 دولار، بتكتب 60 هنا كده، او استثمرت 5 دولار بتكتب 300، بعد كده هنا بتكتب 30. تمام، بعد كده بتضغط على الكلمة الخضرة دي، خلاص على كده بيبتدي ان هو يعدل لك الروبل زي ما هو بيحصل هنا كده معايا. تمام، كل 10 دقايق او كل يوم بتدخل الموقع وبتضغط على السهم ده، وبتضغط على الكلمة دي، على طول بيتنقل لك رصيدك اللي تعدين هنا من الروبل، بيوصل لك هنا كده في رصيد البالانس بتاعك ان انت تسحبه. تمام، انا معايا 858 روبل، هروح دلوقتي على السحب. السحب بيكون على شكل علامة الدولار، بضغط عليها، بيقول عايز تسحب على اي بنك، بقول له طبعا بير، انا طبعا فاتح بير هنا كده، شايفين حضراتكم انا ما معيش غير 17 دولار، بحط هنا كده الكمية 8.58.9، وبضغط على الكلمة دي. تمام، خرجنا من الموقع، مش مشكلة، انا ممكن تسجيل دخول تاني، هروح برضو على السحب، هسحب على بير، طبعا المحفظة دي بتاعت البير 8.58.9، وبضغط على الكلمة دي. في ثواني السحب بيكون عندي في البير. تمام، يلا بينا نروح على البير، نعمل تحديث، بضغط على داشبورد، كان 17 بقت 31 دولار.
تمام. طب يلا نأكد مع بعضينا، نروح على الهوستري. تمام، ادي الهوستري اهي. تمام اهو، 850 روبل. طبعا زي ما عارفين ان احنا بنك كبير بيخصم. تمام، ادي ال 850 روبل، وهي بتساوي تقريبا 15 16 دولار، حاجة زي كده. تمام، ادي وصل من الموقع، انا مش عارف اسمه ايه هنا كده. تمام، على العموم كويس ان هي وصلت، هي في ثواني على فكرة، السحب بيوصل في ثواني. تمام، الموقع ده انا بفضله جدا جدا، الموقع جميل، وبالذات ان هو بطريقة الايداع موفر لك حاجات كتيرة جدا ان انت تودع بيها، فيزا، ماستر كارد، وكوبي، بيتكوين، بيرفكت ماني، ياندكس، حاجات كتيرة جدا، او رصيد التليفون بتاعك، ممكن ان انت تودع باي حاجة في الموقع ده. كده اكون انا انتهيت من الشرح، يا رب الشرح يكون عجبكم. ما تنساش تعمل لنا لايك تدعمنا بيه. لو عندك اي استفسار ولا اي حاجة اكتبها في كومنت، ان شاء الله ارد عليك في اقرب وقت. اسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.